هذا البرنامج برعاية رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين في تاني فقراتنا الحوارية النهاردة اللي هنتكلم فيها عن مفهوم مهم جدا كونسبشن الوحدة الوطنية. يمكن بنسمع كلام كتير جدا جدا عن موضوع الوحدة الوطنية وكله يعني كلام رايح في مجال المجاملة، احنا عمالين بنجامل بعض وعمالين بنجامل بعض، ويعني اخواتنا المسيحيين واخواتنا المسلمين والزيارات رايحة جاية، ده الشكل العام اللي بيتقدم في الإعلام، لكن الحقيقة غير كده. الحقيقة ان احنا عندنا قامتين وقيمتين لمصر لازم نفتخر فيهم، زي ما بنفتخر كده بالأهرامات وبنفتخر بأبو الهول وبنفتخر بالأزهر، كمان لازم نفتخر ان احنا عندنا مقر الكرازة المرقوزية وعندنا بابا الاسكندرية وشمال افريقيا. نفهم من كده ان احنا كدولة او كبلد قبلتين لدينين، يعني نفهم من كده ان احنا عندنا قيمتين كبار جدا، ده اولا كمصريين. تاني حاجة لازم نفهم كويس جدا 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 ان هذا المجتمع مكوناته هي المواطنين. مبدأ المواطنة لما بيتحقق بشكل كامل أكيد بنقدر ناخد خير البلد كله، أو الثروة الإنسانية دي بنقدر نستخرجها كلها. يعني مين يقدر يقول لي مين مسيحي في الشارع ومين مسلم في الشارع؟ ده بقى الكلام اللي عايزين نركز عليه. يعني عايزين نخرج شوية من باب المجاملات لباب ان احنا نقول ان فعلا في وحدة وطنية لا ارادية حقيقية بين مكونات هذا المجتمع. طبعا الفقرة دي خصصناها بشكل يعني مختلف عشان نلقي الضوء بقى على ان احنا عندنا فعلا وحدة وطنية حقيقية بجد بعيدا عن باب المجاملة، واعتقد زميلتي اسراء ممكن تقدم الفقرة دي كمان بشكل مختلف. انا بضم صوتي لصوتك يا محمد، وفعلا كلامك جميل عن الوحدة الوطنية، ولو فضلنا نتغنى بمدى الحب والرومانسية والاخاء والمحبة حبة والعطاء اللي ما بين الإخوة المسيحيين والمسلمين والعكس صحيح، إحنا كلنا واحد. أنا شخصيا السنة دي بكل فخر جات لي دعوة من طبيبة صديقة عزيزة على قلبي جدا مسيحية على الإفطار. كانت هي مسيحية ولكن عاملة يعني دعوة كريمة لكل إخواتنا المسلمين ان احنا نروح نفطر عندها. قد ايه الروح دي عجبتني جدا، وقد ايه ان هو ده اللي احنا متعودين نشوفه زمايلنا كمان هنا في الاستوديو، مسيحيين مع مسلمين، ما بنحسش احنا مين، احنا كلنا واحد وكلنا مصريين. ضيوفنا طبعا هينورونا النهارده في الاستوديو عشان يكونوا اكبر دليل على وجود الوحده الوطنيه اللي مهما يحاولوا ان هم يغيروها هي محفوره في قلوب كل مواطن، هو كلنا مصريين. خلينا نأكد ان كلنا مصريين. خلينا نشوف ضيوفنا ونرحب بيهم، وقديه طبعا وجودهم معانا النهارده امتعنا. دكتور عبد العزيز النجار مدير عام اداره مجمع البحوث الاسلاميه، اهلا بيك ومنور. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. اما ضيفي العزيز اسمحوا لي بس ابدي اعجابي بالتايتل او بالمهنه او بالوظيفه اللي هو حاططها تحت اسمه. اول ما دخل الاستوديو بنراجع معاه تايتل، اداني الكارت بتاعه، الكارت بتاعه التايتل فيه الحقيقه كلنا لازم نعجب بيه. خلينا بس في البدايه نرحب بيك كاسم، لان الاسم لوحده برضو طبعا اشاده كبيره. الكاتب الصحفي صمويل العشاي، اهلا بيك. وخليني اقرا لحضراتكم هو كاتب ايه. هو كاتب صحفي مصري، مسيحي الديانه، مسلم الهوى، مصري الهوية، وعربي الانتماء. ايه الكلام الجميل ده؟ يا ده دي مصر الحقيقة ودي روح الحقيقة. بس خليني اخطف حاجة كده في بداية الحلقة، انا بشتكي للجمهور ولمحمد واسراء من مولانا الشيخ عبد العزيز. ليه بس؟ هو عدني امبارح بهدية هجيبها لي النهارده. انا اول مرة اقابل مولانا هنا وصارت صداقة او اشتازية وتلمذة او سميها كما شئتي بيني وبينه، كان هنا برضه في الخيمه الرمضانيه من سنه، وقابلت مولانا وصارت علاقه قويه جدا. امبارح بنتكلم ووعدني انه يجيب لي هديه ايا كانت. فانا قاعد النهارده منتظر الهديه، بكلم منا يا منا زميلتنا المعده، يا منا مولانا جه فاضل 10 دقايق، فاضل 5 دقايق، لا خلاص جاي، هو مولانا جه اهو مستني الهديه. بتكلم على مولانا
نسيت يا صمون. لا انا هقول لك بقى، ما انا رديت نيابه عن مولانا لان احنا ضربنا بينا حديث، وانا قلت نيابه عن مولانا انه هو محضر الهديه، وجوده معانا اجمل هديه. صحيح. صح كده؟ صحيح. مفيش اجمل من كده. ان شاء الله الهديه موجوده، بس اذا كنت انا نسيت الهديه هو نسي برضه يعزمنا في رمضان. معقول؟ بس الحوار ده، الحوار ده والجمال ينوب عن مدى العشم، العشم اللي موجود ما بيننا. يمكن هم اول مره يتقابلوا. كان في عزومه مهمه قلت امبارح يا مولانا. ايوه بس ده عشم وحب، وكان حاضر فيها استاذي وانت كنت معاه. يعني ما حدش بيتعاتب كده غير الاصدقاء، وما حدش بيبقى ما بينه وما بين بعض الود والحب ده غير لو في بجد حب شديد جدا جدا، ما يرتبطش ولا بوظيفه ولا حتى بديانه ولا بان في مثلا جيران بصفه الجيره، لا ده هم بيعاتبوا بعض وبيحبوا بعض عشان العشم اللي موجود، وبيحبوا بعض في الله سبحانه وتعالى. متهيألي يا محمد ده ارقى حب. اكيد طبعا، ويعني انصح حضرتك بقى انك تنسى موضوع الهديه انسى. خش على موضوع العيديه. العيديه الله عليك يا محمد، ركز العيديه مولانا. بس كده طبعا موضوع الهديه خلينا في المفيد بقى، انا خارج يا مولانا نتكلم في المفيد بقى. معلش يا مولانا بقى دبسناك. يعني الدكتور عبد العزيز نجار حضرتك منورنا النهارده، وخلينا نتكلم ونقول هل الوحدة الوطنية هي باب من أبواب التراحم والمجاملة بين طرفي المجتمع، أم أن لها أساس شرعي وهي تعتبر إحدى الفرائض والواجبات اللي لازم على المسلم أنه يتبعها، وهل هي من صميم الإسلام ولا هي من صميم مبدأ التراحم والمجاملة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقضية اللي أنت حضرتك طرحتها، هي موجودة فعلا الوحدة الوطنية، وهذا حضرتك أكثر من دليل. لكن هذه الوحدة ما يحدث من بعض الأطراف القلة القليلة التي لا تذكر، اللي عاملين زي الخفافيش يعملوا الفرقعة وبعد ذلك ما تعرف لهمش طريق ولا تشوفهم. صحيح. هم أنا بشبههم بالعيلة الكبيرة اللي متماسكة اللي مترابطة، ويجوا طفلين صغيرين يتخانقوا مع بعض يقوموا ايه الكبار يتأثروا بهذا. لكن القضية كلها ان الأسرة والعيلة فعلا متماسكة ومترابطة، والأمر ده أمر شغلة أولاد صغيرين، ويجب أن الكبار يترفعوا عن هذا العمل. بس كل واحد يشوف ابنه ويقول له عيب ما تعملش كده تاني. ده يعني المثل كده عشان ما نقولش ان الأحداث القليلة اللي بتحدث في مصر ديت ان هي بتعبر عن احتقان حقيقي. لا، لا يوجد احتقان حقيقي. بدليل، اولا دخل المسلمون مصر وكانت مصر يسكنها الاقباط. صحيح. ولم يجد احد مقاومة، بل وجدوا حفاوة وترحاب وحسن استقبال، لان الشعب المصري هو متدين بالفطرة، هو بالفطرة متدين. جميل. ولا يمكن تجد أن هناك تصادم بين الأديان السماوية، ولكن بينها تعانق وتآلف ومحبة. وشوف الأنبياء قالوا عن بعض إيه، والرسل قالوا عن بعض إيه. وشوف القرآن لما يقول يا أيها الناس، وبيخاطب كل الناس. صحيح. أيا كانوا، يهودي مسلم مسيحي ملوش ديانة، هو ناس يندرج تحت كلمة ناس. القرآن بتاعنا بيخاطبه، وفي القرآن لو حصرت هتجد عدد كبير خطاب يا أيها الناس موجود في القرآن. فالقرآن مش للمسلمين بس، ده موجود للناس كلها. دي واحدة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة ماريا القبطية. صحيح. لو أن ليس في بيننا وبينهم عداء، طب إحنا نسيبهم ليه؟ أكيد. ده هي كده أم المؤمنين. طبعًا. أكيد. وبعدين ده من؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. مش أي حد يعني. فده أكبر دليل. لما حدثت الهجرة الأولى، النبي وصاهم أن يروحوا عند ملك الحبشة. وملك الحبشة لم يكن مسلمًا، وإنما كان مسيحية، ومع ذلك قال لا يظلم عنده أحد، وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ربنا قال ما نهتكوش عن أي حد ما دام هو لا يقاتلك في الدين ولا بيطردك من بيتك. خلاص، بره وروح وتعالى واعدل ليه وله كل الحقوق. دي واحدة. القرآن
والديانات تنظر من حيث التعايش للمواطنة للمعتقد، لأن المعتقد ده أنا معرفوش، ده بينك وبين ربك. صحيح. يعني قد أدعي أنني مسلما أو مسيحيا أو يهوديا، لكن أنا من الداخل على خلاف ذلك. من الذي يعرف هذه ومن الله الذي سبحانه الله تعالى. طب ما دام ربنا اللي يعلمها يبقى أنا ماليش علاقة بها، خليها على جنب. ماشي، يبقى أنا ماليش دخل بظاهر العقيدة. ظاهر العقيدة دي بس عشان أحكم عليك، أقول أنت مسلم أنت مسيحي أنت يهودي، لكن قد يكون مسيحي لكن بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى مسلم ويؤدي كل الشعائر، ويمكن مسلم أقوى مني كمان. فأنا هنظر له على أنه مسيحي وتعالى مسيحي، مع أنه هو يمكن عند ربنا أفضل منه، هو أسلم بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. والعكس، قد يكون واحد يظهر الإسلام لكن هو على ديانة المسيحية أو على ديانة أخرى. مزبوط. فمسألة الديانة دي المفروض نتركها تماما ونتحدث عن المواطنة. سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. البلد بقى فيها مسيحي فيها مسلم فيها يهودي فيها اللي فيها بقى. صحيح. واخد بالك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف قضية الوحدانية، يعني مش طلب الأول العبادة، طلب الأمن للوطن، ثم بعد ذلك طلب من ربنا بقى أنه هو يجنب عبادة الأصنام هو وابنه، اللي هي قضية الوحدانية لله عز وجل. فكأن قضية الوطن مقدمة على الدين، لأن الدين تستفيد منه أنت. صحيح. أما الوطن للجميع، وده الفرق بين إسلام الدولة وإسلام الفرد، عشان ما دخلش المفهوم في بعض. يعني أعتقد أن إسلام الدولة مبني على مبدأ المواطنة، إذا الوالي أو الحاكم اللي هيطبق مبدأ المواطنة هو ده اللي بيطبق إسلام الدولة، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما أسس وثيقة المدينة راح للمدينة فيها مسيحيين وفيها يهود، ما طردهمش، ده راح عمل معاهم نفاق. هي دي الروح الجميلة اللي تعلمناها من الدولة النبي عليه الصلاة والسلام. أول من أسس للدولة المدنية هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا عايز اروح للاستاذ سماويل، وفكره اننا فعلا وطن واحد، وزي ما البابا توادرس قال انه مصر مش وطن بنعيش فيه، مصر وطن بيعيش فينا. يعني معنى كده انه الدين لله والوطن للجميع. رغم كده انه في بعض المحاولات انها تشق الصف ما بيننا وما بين اخواتنا الاقباط، واحنا كلنا بنحس ان احنا واحد، وفي صورة دايما بيحاولوا ان هم يظهروها للخارج، وانه دايما المواطن المسيحي مضطهد والاقباط عشان قلة وغيره من الشائعات اللي هي بعيدة تمام وعار تماما عن الصحة. رأيك ايه في الموضوع ده، وازاي فعلا ممكن نقدر نبرز الصورة الحقيقية؟ احنا مش بنتجمل ولا بنتلون ولا نتزين، ولكن هي دي الحقيقة ما بين المسلمين والمسيحيين. بص، الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه هو موضوع كبير جدا، ازاي ان انت تظهري الصورة، ده مسألة عميقة. ال 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 في اللحظات، يعني في مراجعة تاريخنا الوطني كله، في اللحظات اللي كان فيها بيحصل الكلام اللي انت بتقوليه، انه هناك مشادات او مشاكل او تناحر او ما ايا كان مسماه، ده لانه عندنا مرض اجتماعي كبير، بمعنى انه في كل اللحظات دي بتلاقي بيتولد حاجة تانية خالص. يعني الناس تطلع تجري تعمل مؤتمر اسيوط، فبعدها تلاقي سعد زغلول يطلع فيعمل ثورة 19 فتبقى في روح، فبعدها يجي جمال عبد الناصر بروح تانية فتتشكل، تطلع 25 يناير توصل ل 30/6 اللي بنحتفل بالذكرى بتاعتها النهاردة. بصي، في وسط كل الحاجات دي في مشاكل، في ثقافة مغلوطة، في ناس بتلعب طول الوقت على فكرة فرق تسود. الانجليز من زمان وفي الاخر كروما قال لهم ايه؟ قال لهم انا رحت عند المصريين ما عرفتش، احترت بينهم، بس لقيت شوية بروحوا الجامع وشوية بروحوا الكنيسة. هو حاول يلعب اللعبة دي طول الوقت ما قدرش. بصي، المصريين طالما في حالة من التماسك الوطني الحقيقي مش هتحس ده، مش هتلاقي ده. في متطرفين، في متطرفين، في ناس بتعمل مشاكل، ده موجود طول الوقت عندك في كل التاريخ، ولكن الانصهار الوطني هو ده الوعاء اللي بتقدري بيه بتلم كل المصريين. احنا مصر دي 90 مليون، تاريخ طويل جدا، احنا كانوا بيجوا بيحتلونا وبيحاولوا يقهرونا، واخرهم كان الاحتلال الاخواني. فانت في النهايه المصريين اتحدوا وتوحدوا وقدروا يحافظوا على بلدهم. طالما مصر فيها اربع مؤسسات مهمين، ده في تقديري انا الشخصي، انه طول ما الجيش بخير، المخابرات بخير، الشرطه بخير، القضاء بخير، اطمني على البلد دي. في غير كده فانا قلقان ومش مطمن. البلد اللي يبقى فيها مثقفين، يعني لما الاقي مذيع مثقف زي محمد بيقول كل هذا الكلام الجميل والراقي والرائع، وتشوفي فينه حد قاري، او تلاقي حد جميل ومثقف زي اسراء وقادر يصيغ جمل وعبارات
توحد الملايين اللي بيتفرجوا عليه. ما تقلقيش على البلد دي، تلاقي على البلد دي امتى؟ لما تلاقي مستوى مسلسلات زي محمد رمضان واللي بيعمله ده كارثه. ده لا تقولي لي انا مسيحيين ولا مسلمين. انا امبارح قاعد بتابع حاله اجتماعيه كصحفي، قاعد ادرس المساله دي، لقيت انه هذا الوباء انتشر بشكل غريب جدا. حلو كده، الناس بقت بلطجه، بقى في مطاوي، بقى في سنج، وبقى كل الشكل ده انعكس على المجتمع. مع احترام لجميع الفن والفنانين واحترام شديد انا اقدر قيمه الفن، ولكن هذا النوع من الفن لكن ده مش ذوقنا. قصدك ان ده مش انا هذا النوع من الفن معاك تماما. يعني انت عندك عادل امام، ما هو قدم المسيح والمسلم طبعا. في حسن ومرقص وقدمها هو الرائع عمر الشريف طبعا. كانت بشكل راقي جدا، ولكن انت عندك المعطيات كلها هتوصلنا ليه؟ احنا المعطيات اللي احنا فيها دلوقتي بصراحه اقل ما يقال عنها انها سيئه جدا. صحيح. انا عندي في المنطقه بتاعتي لما جيت نقلت في الهرم، فحد صديقي اسمه احمد سعيد هو اللي خدم ايدي وقال لي دي الكنيسه اهي، على فكره ده في ابونا فلان وده ابونا فلان وده ابونا فلان، هو اللي عرفني. احمد بالمناسبه موجود معايا بره في الاستراحه. فاحمد ده عرفني عليه. اللي انا عايز اقوله لك انه انا اعرف احمد واعرف اخواته وكلهم اصدقائي وفي كل الحاجات اللي عملناها من ايام ما كنت في حمله عمر سليمان وحمله عبد الفتاح السيسي، وكنت في كل الحاجات السياسيه اللي عملناها للبلد بعد كده. بس في النهايه انت بتنزلي بتعملي حاجه. يعني دلوقتي مثلا في مشكله يا محمد اهم مليون مره من مسيح ومسلم. صحيح. في حاجه اسمها مثلا عزم مصر، انا حابه انوه عليها عندكم، ان احنا بنتكلم على فكره انه الشباب لازم يتوحد في المحليات، تمكين الشباب من المحليات ومن ادوات الحكومه. برافو عليك. انه انا عايز بقول كفايه عواجيز لو سمحتوا، عايزين 50% من المحليات للشباب. برافو عليك. ده مش بمزاجكم، مش باختياركم. صحيح. انا اعرف كويس جدا ان العواجيز يسيطروا على كل الادوات. مظبوط. مش عايزين يديهم مساحات. الاعلام الخاص وخاصه الاعلام الخاص، وبركز على ده كويس، الصحف وقنوات وراديو وغيره وبتاع كل الادوات مسيطرين عليها كويس قوي، وطول الوقت تكفير وتخوين للشباب. لصالح مين؟ لصالح مين؟ بصي اصل انا هلعب مع مسيح ومسلم ما نفعتش، اصل الشباب دول ممولين وعملاء واخوانا ومش عارف ايه ما نفعتش، طيب سني وشيعي ما نفعتش، طيب كاثوليكي وارثوذكسي وبروتستانت مش عارف ما نفعتش. سيناريوهات. بصي طول الوقت انا بلعبهم. انا عارفه العرايس الماريونيت. صحيح. هم بيلعبوا طول الوقت، بيلعبوا لنا بده. احنا كشباب دي مبادره حلو، وانا معايا ناس من الناس اللي هم حاربوا في اكتوبر اللي كانوا ابطال وقتها، كانوا شباب. أيوة. وحرب اكتوبر دي فازوا فيها، كانوا اغلبيه ساحقه من الشباب يعني. المهم انا بستغل الوقت ان انا المبادره دي احنا بادئين فيها وشغالين، وبعد العيد هيبقى لنا شغل اكبر. دي بقى ده اسمه الانصهار الوطني، اللي هو فكره احنا بنشتغل عشان بلد، بنقاوم فساد. احنا عندنا فساد متجذر في كل حته. صحيح. بصي ما هو موظف مسيحي فاسد وموظف مسلم فاسد. صحيح. جاي من الكنيسه وفاتح الدرج، وقايم من على سجادته سجادة الصلاه وفاتح الدرج. صحيح. ده موجود. حلو. انت شغاله طول الوقت اعلانات واراء ومش عارف ايه عشان نقاوم الفساد. يا جدعان في اهم، لعبه مسيح ومسلم عارفين بتختفي امتى للحواديت دي؟ في حاله الانصهار الوطني. في 30/6 محدش قال مسيح. بس انا عايز اقول لحضرتك ان الاعلانات دي حتى ما كانتش موجوده. أي. انت تفتكر زمان احنا كنا بنشوف الفساد وبنسكت. أي. دلوقتي لا، بقى عندنا روح اللي هو ما ينفعش ابقى في المرور وكرمش مثلا ساي 20 30 جنيه واديهم لاي حد لاي موظف. 100 100 انا قديمه انا طيبه انا ما اديش رشاوي الحقيقه. هم مش عايشين، هم 100 معرفش. انا قديمه يعني حضرتك يعني بتاكد على كونسبشن مهم جدا. فساد المجتمع هو اللي هيطلع كل المصايب دي. بالزبط. صحيح. بالزبط. مولانا انا عايز ارجع لحضرتك عشان برضو يعني انا كان ليا رؤيه من بعض قراءاتي من بعض الايات بتاعت القران الكريم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكم دينكم ولي دين، وشويه حاجات كده كتير قوي 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 قوي. هل احنا كمسلمين امرنا بنشر الاسلام ام بالدعوه الى الاسلام؟ لان اعتقد ان احنا من اول ما استخدمنا مصطلح نشر الاسلام ظهرت الفتنة الطائفية، ظهر الفكر التكفيري. يعني ليه مش قادرين نستوعب يعني انفيتيشن، هي انفيتيشن الدعوة للإسلام، I will invite you، يعني accept أو refuse، اقبل أو أرفض. وإيه اللي هيقاوم هذه الدعوة؟ يحق عليه الجهاد، لأن برضو في كتير برضو زي ما احنا عارفين إن في متطرفين مسلمين، في متطرفين مسيحيين، خلينا برضو نكون فير ونكون عاقلين كده. ويهود وكل متطرفين في كل حتة. النهارده المتطرفين المسلمين والمسيحيين على قدم المساواة من التطرف، بنلاقي في ناس بتقول أنتم دينكم بيؤمر بالجهاد والذبح يعني هل الجهاد عندنا في الإسلام لمن يختلف معنا في الدين ولا لمن يقاوم الدعوة؟
يعني هل احنا مكلفين تو انفايت يعني تو لندعو الى الاسلام ولا لننشر الاسلام؟ خلينا نوجه ده للشباب. بالعربي لكن الانجليزي بلاش انجليزي يعني كده بحاول يعني اقرب الصوره. هل نحن كمسلمين ملزمين بنشر الاسلام ام بالدعوه فقط الى الاسلام؟ هو حضرتك خلينا بس ناخد الاول نقطه حضرتك بتقولها ان هو اللي بيختلف معنا في الفكر ان جهاد ولا لا، في سواء في النشر او في الدعوه ما عندناش الكلام ده. الجهاد شرع للدفاع عن الوطن من المعتدي. الله يفتح عليك. من المعتدي يعني انا قاعد في ارضي وبيتي وفي حد بيعتدي على ارضي وبيتي، وده مبدا لا يختلف فيه دين ولا عرف ولا ميثاق ولا اي شريعه سماويه او ارضيه. يعني جهاد للمعتدي. للمعتدي. نسمع بقى للشباب النهارده اللي بيسمعوا ده. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. الايه واضحه خالص. جميل. اللي جاي قاتلني انا بدافع عن نفسي. وده مبدا ما فيش فيه شيء. مظبوط. وفي نفس الوقت ولا تعتدوا. ولا تعتدوا على من؟ على اي حد. هو قال ولا تعتدوا على المسلمين؟ لا. ولا تعتدوا على الكافرين؟ ولا تعتدوا على اي انسان على وجه الارض. مظبوط. ان الله لا يحب المعتدين، يعني انت مسلم ولو اعتديت على حد ربنا ما يحبكش. طب انت عايز ايه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول من امن رجلا على دينه فقتله فانا بريء من القاتل ولو كان المقتول مشركا. صحيح. ولو كان المقتول كافرا انا بريء منه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ام هانئ يوم فتح مكه لما اتفتحت مكة وتعرفين طبعا اللي عملوه، طردوا النبي صلى الله عليه وسلم وطردوا الصحابة وأزوهم وسمية، قصة كبيرة جدا حضرتك عارفها والمشاهدين عارفين، عذاب ما بعد عذاب للمسلمين. وما زيك لما جه فتح مكة جات له موانئ تقول له يا رسول الله إن علي بن أمي يعني أخوها من الأم يعني زعم أنه سيقتل رجل مشرك يوم فتح مكة أنا أجرته. يعني المسلمين فتحوا الدنيا كلها وفتحين مكة والنبي راجع ينتصر بعد ما طردوه تاني. وبتقوله أنه عايز يقتله والرجل دخل في جواري في أماني، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا أم هانم لقد أجرت من أجرتي. المشرك دي في حماية أنا يوم الله. فتح مكة مشرك، لا هو يهودي ولا مسيحي ولا 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 في ديانة ولا أي شيء، مشرك. ولذلك وإن أحد من المشركين استجرك فآجره حتى تبلغه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ده كلام القرآن، يعني ما قالش لما يجي حد حتى من يسمع يعني أنا مطالب إن أنا أسمعه بس وبعدين بلغه مأمنة، مش مطالب بقى إن أنا لا 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 أفرض عليه من المشركين. صحيح. مش من أهل كتاب كمان. كمان ده المشرك. بل حضرتك اسمع له وأمنه اللي عنده ما يوصل للمقاس. لا ليس لا يقاتلني. صحيح. لا يمكن ابدا ان هناك اختلاف في الفكر يوجب الاعتداء باليد او باللسان. المسلم من سلم الناس من لسانه. وفي روايه برضه المسلم من سلم المسلم، في كده وفي كده. لما تيجي تشوف حضرتك الاختلاف في الفكر لا يمكن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاله مشركين وجاله اللي عايزين يقتلوه، مع ذلك لم يعتدي على احد باللفظ. يجيله رجل يقول له شاب يقول له يا رسول الله يعني ابح لي الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره، اترضاه لامك اترضاه لاختك اترضاه اترضاه. ده لو جه الواحد دلوقتي من اللي هم عاملين كده يقوم يقتله. صحيح. صحيح. فالدين بتاعنا هو دين الرحمه، ودين الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للمسلمين للمؤمنين للعالمين للعالمين. أيوة. رحمة للعالمين. الله. هو ده مبدأ الإسلام. إذا أنت ما كنتش رحمة تأسيا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يبقى أنت مش على المنهج ولا على الطريق الصحيح. يبقى احنا مطالبين احنا نكون قدوة وندعو فقط. وندعو فقط. شوف القرآن بيقول ايه بقى في لغة الحوار مع من يختلف معك في العقيدة. بقول إيه القرآن؟ بقول وإن الأول أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما قالش إحنا على هدى وإنتم على ضلال أو إنتم على هدى وإحنا على ضلال. بيقول تعالوا الأول نقعد نتكلم اللي هو لغة الحوار، أقول لك الآية تاني. وإن الأول بنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. أكيد في حد فينا على هدى وحد على خلاف الهدى. يمكن يكون احنا ويمكن يكون انتم، لكن المبدا ايه؟ نتجرد الاول وتعالوا نشوف العقل ونشوف النصوص اذا اردنا ان احنا نشوف مين اللي على صواب. اذا ما اردناش خلاص
أكيد صحيح. لكم دينكم ولي دين، يبقى المسألة مواطنة بقى، مواطنة نرجع للمواطنة ولغة حوار ورقي وتقبل الاختلاف ورأي الآخر، وده شيء في تعليم ديننا. ربنا لا يرزق بالدين، صحيح. يعني لو شفت الرزق الله يفتح عليك، ما هوش للمسلم فقط ولا المؤمن فقط ولا المسلم بيرزق والمسيحي كله كله كل حتى اللي هو مش يعني اللي صاحب ديانة ماشي هو مؤمن بالله، ده اللي مش مؤمن بالله الملحد المشرك ربنا بيرزقه، ويمكن بيدي للمشرك اكتر ما بيدي للمؤمن، لانه مش عايز يسمع صوته وبيديه من الدنيا، اما المؤمن يمكن بيدخر له في الاخر. فربنا سبحانه وتعالى ينظر للعباد من حيث الخلق، من حيث الرزق، من حيث الحقوق، من حيث الواجبات. لا علاقة للدين في هذه المسألة، لان علاقة الدين دي بينك وبين ربك، انت حرة فيها. انا عايزه معايده بقى من الاستاذ صمويل على كل اخواتنا وكل المسلمين في كل انحاء العالم، وكمان عايزك تكلم الشباب، بما ان انت بتتكلم على الشباب وعايز تعمل دم جديد في عروق مصر يجري فيه طبعا الشباب، وده هيخلي مصر دوله شابه اكتر ما هي طبعا 100%. عايد علينا الاول، وكمان وجه كلمه لاخواتنا الشباب. انا عايد عايد بالفلوس، مفيش تعيد بالفلوس. ما هو اللي بيسال عليك انت مولانا. هو انا عايز بس اعيد على الاثنين المثقفين. اولا فضيله الشيخ، اولا اخويا الكبير وصديقي، وبينه وبينه علاقه موده قويه طبعا، فضيلتك الاول. شكرا. والمذيع المثقف محمد، والمذيعه المثقفه اسراء، ومن الصديقه الزميله الجميله المعده. يعني انا عايز اقول كل المصريين كل سنه وانتوا في خير وفي حب وفي سلام وفي سعاده، ومصر قويه بيكم، ومصر هتنتصر بيكم. واللي عمل 25، اللي عمل ثوره 19، اللي عمل 52، اللي عمل 30/6، اللي عمل 3/7 النهارده، هيقدر ينتصر ويعمل معجزه مصر الكبرى. معجزه البلد دي هو انتم. احنا مستنيينكم بعد عيد الفطر. عيدوا، انبسطوا، كلوا كحك، افرحوا، هيصوا، اخرجوا للجناين، لكن خليكم فاكرين ان العيديه اللي بجد هي ان البلد دي تنطلق، والبلد دي مش هتنطلق الا بالشباب. بيكم انتم الشباب. عايز اقول لكم ان ما عندهمش مشكله مسيح ومسلم. انا بنزل وبدوب وسط الشباب في الصعيد وفي الفلاحين وفي الارياف وفي الاقاليم، ما عندهمش الازمه دي. الازمه دي يمكن موجوده في الجيل الاكبر شويه نتيجه لحاجات قديمه، لكن الشباب انتوا القاطره اللي هتقود البلد دي. امنوا بده او ما امنوش بده، انتوا القاطره اللي بجد. لو البلد دي هتنطلق وهتقوم بجد، يبقى انتوا اللي هتقودوها. الفساد ما حدش هيقضى عليه الا الشباب. احنا عايزين نستغل الروح دي، روح الافراح، روح الانتصارات، روح ان احنا بنحتفل بثوره، روح ان احنا بنحتفل بعيد، روح ان احنا بننطلق. عايز اقول لكم انتوا القوه الحقيقيه اللي جايه. اوعوا اوعوا حد يخدعكم ويقول لكم انه مالكوش مكان. العواجيز سخروا كل وسائل الاعلام بتاعتكم عشان يقولوا لكم رساله واحده بس، ان انتوا مكانكم على القهاوي. لا، انكم مكانكم في كل مفصلات الدوله، في كل الاماكن، في القطاع الخاص او العام، في المحليات او غيره. انا بحلم بعد 10 سنين نص الحكومه دي تكون من الشباب. انا بحلم بده، بحلم ان احنا ننطلق بجد. احنا يفضلوا مغرقيننا مسيحي ومسلم، سني وشيعي، ارثوذكسي وكاثوليكي، كل التفاصيل، صغيرين وكبار، عواجيز وشباب، كل الخناقات دي هم عارفين يديروها معانا كويس. انتوا المستقبل، انتوا الامل. اكيد خدوا بالكم، مظبوط، خدوا بالكم ان مصر بيكم قويه. شدوا حيلكم، كل سنه واحنا طيبين، كل سنه واحنا ايد واحده اقوياء، مدفيين بعض، متلاحمين مع بعض، وهننتصر باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يعني مولانا دكتور عبد العزيز النجار، في كمان عيد عند اخواتنا المسيحيين بعد العيد بتاعنا على طول. عيد ايه بقى؟ عيد الرسل. عيد الرسل، عايزين تهنئه منك بقى لاخواتنا المسيحيين. هم دعاياتهم كتير، ده الواحد كلهم بيحبهم. ما انت هتدفع عليهم الاول وتعايد عليهم. ايوه. انت عندك هديه ولا لا؟ هم بيعملوا هنا مرتين اثنين، احنا كل يوم عندهم عيد. بس هم ما عندهمش هديه، انتوا عندكم هديه؟ ما عندكوش هديه صح؟ اه في مولانا هديه. لا انا عايز بس هستاذنك في دقيقه واحده. النقطه اللي كان بيتكلم فيها نقطه الشباب دي نقطه مهمه جدا. اولا الشباب بتقوم عليه جميع الحضارات في العالم كله. مظبوط. مفيش حضاره في اي دوله قديمه او حديثه تقوم الا على الشباب. اما جماعه الشيوخ كبار السن، ما بقولش العواجيز لان كلمه عجوز دي لا تقال الا للمراه، لكن الرجال نقول عليهم شيوخ. الشيوخ كبار يعني في السن، يعني مسنين، مش شيوخ يعني زينا يعني. فالشيوخ اللي هم فاكرين نفسهم ان هم عندهم الخبره، عندهم كل حاجه، والشباب ما بيعرفش حاجه، المفهوم ده خطا. وهقول في دقيقه واحده الدليل، ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه في غزوه احد نزل عن رايه وعن راي الشيوخ او العواجيز لو انها مجازا، نزل عن رايه
ونزل الى راي الشباب واخذ براي الشباب وخرج وخرج للمعركه. ولما حدث ما حدث ربنا ما قالوش انت سمعت كلامهم ليه؟ قالوا لا، قالوا فبما رحمه من الله لانت لهم ولو كنت فظا، يعني انت هتتعامل مع الشباب بشده، هتتعامل مع الشباب بشده وتقول انا النبي وانا الكبير والشيوخ وانتوا لسه عيال صغيره ما تعرفوش حاجه. لا، قال له فبما رحمه من الله لانت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم، بس قالوا لا وشاورهم برضه في الامر. الله. فاذا عزمت فتوكل. كلمه جميله، كلمات جميله جليله نختم بيها لقائنا، اللي انا شخصيا نفسي ما يخلصش النهارده. نورتونا وشرفتونا، وكل سنه وحضراتكم بالف خير، ووجودكم معانا ووجود المسلمين والمسيحيين مع بعض اكبر دليل ان مصر دايما هتكون في وحده وطنيه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز النجار، مدير عام اداره مجمع البحوث الاسلاميه، شكرا جزيلا ليك، نورتنا. واستاذ صمويل عشاي كاتب صحفي في شؤون الملف القبطي، وطبعا يعني المديح الجميل اللي امتدحته في مصر في التايتل الخاص بتاعك في الكارت بتاعك، بجد انت بتعبر عنه حتى في كلامك. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا، وعايز اشكر طبعا كل مشاهدينا. انا شخصيا سعدت بوجودي معاكم طول شهر رمضان، وزمايلنا اكيد وكرو وفريق مصر الزراعيه. اتمنى ان يكون فعلا قدرنا نقدم لحضراتكم حاجه تشارككم فرحتكم بالايام الكريمه، وان شاء الله هنكون مكملين معاكم في العيد. مصر الزراعيه معاكم دايما لحظه بلحظه. وخلوني كمان يعني اقول اسراء كل سنه وانت طيبه، وطبعا دايما يا اسراء متعودين انا وانت نقدم حلقات متميزه. استنونا باذن الله بعد رمضان تاني نراجعين لكم في اللون الاخضر مع بعض. اسراء يعني من ارقى واذكى المذيعات اللي اشتغلت معاهم فعلا، ودايما بقدم معاها حلقات ممتازه. اسراء دلوقتي هتودعنا زي ما احنا ودعنا ضيوفنا اعزائي المشاهدين. وهنطلع مرة تانية يعني في انتظار فقرة الإنشاد الديني اللي دايما بنختتم بيها خيمتنا الرمضانية، لكن بعد فاصل قصير تابعونا. هذا البرنامج برعايه